وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج بتعرف كيف. اليوم رح نعرفكم على كيفية التعامل مع الحيوانات المفترسة تحديدا، واليوم احنا موجودين بحديقة الحيوانات الوطنية بمدينة قلقيلية. تابعونا بهالحلقة المميزة اللي رح تكون فيها كتير معلومات ممكن لأول مرة رح تشاهدوها ورح تسمعوها، وبرافقنا بهالحلقة مدير الحديقة سيد محمد شريم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. يعطيك العافية. الله يعافيك. احنا اليوم كتير سعيدين انه موجودين معكم بالحديقة، مش كمواطنين مشاهدين أو زوار فقط نشاهد من خلف الأقفاص، ولكن اليوم رح نعرف أكثر كواليس تعاملكم كموظفين مع الحيوانات وتحديدا المفترسة. فحابين ناخذ فكرة عامة عن الحديقة، عدد الحيوانات الموجودة فيها. طبعا حديقة الحيوانات الوطنية حديقة تأسست في مدينة قلقيلية سنة 1986، حديقة عمرها 33 سنة. طبعا حديقة الحيوانات الوطنية هي منتزه وحديقة حيوانات، القسم الرئيسي والمهم اللي هو قسم الحيوانات اللي موجود في حديقة الحيوانات. طبعا احنا في حديقة الحيوانات الوطنية عندنا ما يقارب 65 نوع من الحيوانات، في نوع منها بيكون عدد واحد او اثنين، وفي انواع بيكون منها 20 او 30 حسب الفصيلة. طبعا الحيوانات اللي موجودة عندنا في الحديقة حيوانات مفترسة، حيوانات برية، في عندنا زواحف، في عندنا كرود، عندنا كمان بيت موجود للطيور، هاي طبعا كلياتها داخل حديقة الحيوانات الوطنية. طبعا انا يعني راح احكي بشكل عام عن الحيوانات وعن طبيعتها. طبعا الحيوانات اللي عندنا في حديقة الحيوانات بتختلف طبيعتها من حيوان إلى حيوان أو من نوع إلى نوع، خليني أحكي حسب البيئة اللي هو جاي منها أو البلد الأصلية اللي هو جاي منها. طبعا إحنا في حديقة الحيوانات كل معروضة فيها نوع من الحيوانات بنحاول نكيف الحيوان حسب البيئة اللي بيئته الأصلية أو بيئة بلده الأصلية، على أساس إنه الحيوان يستمر في حياته الطبيعية داخل المعروضة وتكون مدة عمره الزمنية أكثر. طبعا احنا في حديقة الحيوانات في عنا طاقم طبي بيشرف على الحيوانات بشكل مباشر، كمان في عنا طاقم من سياس الحيوانات اللي هم بيقوموا بإطعام الحيوانات بشكل يومي وتنظيف عند الحيوانات وإعطاء الملاحظات طبعا للطاقم الطبي عن سلوك أي حيوان بناء على الخبرة اللي اكتسبوها وعلى التعليم اللي تعلموه داخل الحديقة عن هاي الحيوانات. نعم، يعني أستاذ محمد هاي الأمور اللي إحنا حابين اليوم نعرفها ونشوفها، ولكن على موضوع تهيئة الحديقة وتكييفها مع الحيوانات، كل حدا أو كل حيوان حسب بيئته، في كتير ممكن أسئل الناس عم تسأل إنه ليش دائماً بنيجي بنلاقي نفس الحيوانات خلال 30 سنة، قديش كان في تجديد لهاي الحيوانات، وهل في حيوانات ممكن بالفترة الجاي إنه تستقدموها وتجيبوها وتعززوا أكثر الأقفاص الموجودة هون بحيوانات جديدة؟ نعم صحيح، احنا في حديقة الحيوانات الوطنية الناس بتفكر انه بسهولة ان نقدر نجيب حيوانات، الفكرة مش فكرة انه المسألة مادية او المسألة مكانية او القدرة البشرية اللي موجودة عندنا انها تجهز معروضات للحيوانات، لا المسألة مش هيك. احنا في عندنا معيقات، وابرز معيق اللي هو وجود الاحتلال الاسرائيلي، لانه انا ما بقدر ادخل حيوان على حديقة الحيوانات من خارج فلسطين الا بموافقة الجانب الاسرائيلي. طبعا احنا في حديقة الحيوانات كل سنة احنا عندنا خطة، في 2017 كان عندنا خطة تطويرية لحديقة الحيوانات لمدة 10 سنوات، وبدأنا فيها أنجزنا المنطقة الأسترالية وحيواناتها هي موجودة، وأبرزها اللي هو الكنغر الأسترالي، السحال الأسترالية، النعام الإيمو الأسترالي، وبعض الطيور الأسترالية موجودة هون داخل الحديقة، كانت تم إنجازها. في عندنا كمان منطقة إضافية في خارج الحديقة اللي هي منطقة اسمها منطقة حديقة الطفل، خلينا نحكي اللي هي الحيوانات اللي بيلفوها الأطفال، راح يتم تجميعها في منطقة هون توسعة، طبعا إن شاء الله في شهر 3 بتكون جاهزة حسب المخطط. بعدها طبعا في عندنا كمان توسعة على 5 مناطق. إحنا كحديقة حيوانات لما بدنا نجيب حيوان بنكون نرتب قبل فترة زمنية طويلة سنة أو سنتين، ننسق على أساس أن نستقدم الحيوان إلى حديقة الحيوانات. طبعا هذا خلال وبتم تجهيز دراسي عن الحيوان نفسه، البيئة طبعا اللي بيعيشها، شو الأكل اللي بنقدر نوفر له إياه، شو مثلا أنواع النباتات اللي ممكن تكون داخل المعروضة، على أساس إنه إحنا لما نجيب الحيوان يكون عندنا خطة جاهزة، الأمراض اللي ممكن يتعرض لها الحيوان، الجو مثلا في الصيف شو نعمل معه، بالشتاء شو نعمل معه. طبعا هذا إحنا بنكون دارسينه، نقعد فترة زمنية طويلة ننسق على أساس ندخل هذا الحيوان إلى حديقة الحيوانات الوطنية. يعني إحنا شاكرين لك أستاذ محمد إنكم اليوم سمحتونا كمان نشوف أكثر أمور ممكن الزوار ما بيعرفوها، ونتعرف أكثر على الحديقة من خلال تعاملكم كموظفين مع هاي الحيوانات المفترسة، واللي راح نكون
تكونوا معنا بجولة اليوم بهاي الحديقة. بنشكرك جزيل الشكر. الله يخليك. طبعا أنا راح أعطي الموضوع لأصحاب الاختصاص بشكل أكثر، طبعا اللي هو الدكتور يحيى ضحبور طبيب بيطري ومسؤول عن سياسة الحيوانات عندنا في حديقة الحيوانات، المهندس أحمد الأقرع مهندس زراعي إنتاج حيواني ومسؤول عن التغذية داخل حديقة الحيوانات الوطنية. طبعا هم راح يرافقوكم في جولة ما وراء الأقفاص على أساس تتعرفوا أنتوا والمشاهدين الكرام بشكل أكثر على طبيعة حياة الحيوانات داخل حديقة. إن شاء الله. إذن إحنا راح نستعد للجولة مع الدكتور يحيى والمهندس أحمد بجولتنا اليوم مع الحيوانات المفترسة. تابعوا. إذن مشاهدينا الكرام، اليوم من جانب قفص الأسد رح نحكي أكثر عنه وعن صفاته وعن طبيعته أيضا، وندخل إلى أقرب نقطة حتى نعرف كيف بيتعاملوا معه الطبيب البيطري وأيضا أخصائي التغذية والسايس اللي بيتعامل بشكل مباشر معه. منرحب بالدكتور يحيى ضحبور الطبيب البيطري. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. اليوم إحنا بدنا ناخذ معلومات سريعة منك عن الأسد، إيش طبيعته، كيف تتعامل معه أنت كطبيب بيطري. أهلا وسهلا في الجميع. طبعا معروف الأسد هو من أخطر الحيوانات المفترسة. الأسود في الغابات بتعيش، أصله هذا الأسد الإفريقي، أصل يعني منشأه في إفريقيا في الغابات الإفريقية، بعيش في مجموعات. طبعا الإناث هي اللي بتصيد والأسد فقط بيحمي القطيع تقريبا، يعني بحدد المنطقة بيحمي القطيع بشكل عام، بوصل الأكل لحد جاهز. الأسد بينام تقريبا 18 ساعة في اليوم. 18 ساعة نوم، 6 ساعات بكون للأكل وبعدين برجع بنام. عشان هيك ممكن هذا السبب اللي عادة أغلب الناس بيجوا نايم. الزوار أغلبهم يكونوا من الأسد دائما نايم، الأسد دائما نايم. في العادة الأسد بصحى وقت الإفطار الصبح يعني، ووقت المساء، وقت يعني وقت الطعام فقط، وباقي الأيام باقي الوقت بضل نايم. تمام، احنا رح نحكي اكثر عن غذائه مع طبيب التغذية واخصائي التغذية، ولكن إذا بدنا نحكي عن الأسد يعني عم بزقر هلا، إذا عم نحكي عن الأسد كحيوان موجود في بيئة يعني ممكن مشابهة لبيئته ولكن هو محدود بقفص، فأنت إذا بدك تتعامل معه هل رح يكون أشرس من الطبيعي؟ هل هو مروض؟ يعني كيف بتتعامل معه؟ لا، إحنا الأسد اللي عندنا هان هو الأسد مش مروض، وأسد مفترس. طبعاً إحنا ما بندخلش عنده داخل الأقفاص، يعني إجراءات الأمن والسلامة بتمنع نهائياً حد يدخل داخل الأقفاص، لأنها رح تبكى آخر لحظة يعني في الحياة. لا سمح الله. فلا سمح الله، طب إحنا يعني لما لا سمح الله لو مريض بدنا نتعامل معاه فقط بالتخدير الكامل، انه بنخدر تخدير كامل في بارودة التخدير عن بعد بس. طبعا عندنا في كل معروضة في غرف للأمان، هي غرفة الطعام وغرف الأمان مثل ما بتشوف هناك، هي الغرف الأبواب الخضر. بدنا ايش من الأسد ندخله جواها، نستدرجه في الأكل والزيف، ندخله جوا بنسكر عليه. لما نشتغل في أي شيء في المعروضة برضه نفس الشيء، طبعا بدخل جوا بتسكر عليه. المعروضة محمية في بابين لأنه والأبواب تفتح لجهة الأسد، يعني جهات السلامة على الآخر. حتى لو الأسد دول السايس نسي النجر مفتوح، الأسد ما بيقدر يدفع الباب ويدخل منه. تمام، بنتعامل مع التخدير الكامل، يعني شوف كيف مجرد ما إنه شافه مقرب على الباب بهاجم بشكل سريع. نعم. وطبعا قوي جدا وما فيش فريسة تهرب منه تقريبا. قديش بياكل بالنهار؟ طبعا احنا مطعم يوم بعد يوم تقريبا 18 كيلو لحم. 18 كيلو لحم ويوم بعد يوم؟ 18 كيلو لحم يوم بعد يوم، صحيح. ايوه. طيب الاسد هذا كم عمره اذا بدنا نحكي على العمر؟ هذا عمره تقريبا 12 سنة. 12 سنة هيك يعتبر شاب او هو وضع طبيعي تقريبا 20 سنة اللي هو معدل الحياة عندي تقريبا 20 سنة. طبعا في الاقفاص هان اكله قدامه، بيعيش مش في قطعان محمي خلينا نقول، ما عم بيفترس هون ولكن بيجي اكل فترة حياته اطول. في الغابات كيف ما وصل عمره تقريبا 15 سنة هو بصير ضعيف، طبعا الأسود الشابة بتقتله. وشغلة ثانية هو بيقدرش يصيد، فتلقائي يعني متوسط أعمارهم في الغابات 15 سنة، في الأقفاص 20 سنة. تمام. موقف هيك بتتذكره وانت عم تشتغل مع الحيوانات وتحديدا مع الحيوانات المفترسة، هل شعرت بيوم من الأيام في خوف في خطر؟ يعني كيف بتتعامل معه؟ كيف الناس بتسألك عن تعاملك مع هيك حيوان مفترس؟ أكيد يعني أكثر لحظات الواحد بيحسب فيها يعني من فترة كانت إيده موجع فخدرناه ودخلنا جوا، طبعا احنا مخدرينه وبضل واحد أخاف، صح يعني
هل بتكون لابس لبس معين او لا؟ طبعا بس الباب ظل السايس واقف على الباب طبعا محضر حاله، صار ما صار لا سمح الله على اساس الواحد يقدر يطلع. طبيب طبعا التخدير بظل جرعه التخدير بتنحسب طبعا على الليبره يعني بدقه عاليه، تنعطى متاكد 100% من الاسد نام، نصبر عليه 10 دقائق ربع ساعه، بنلاحظ اللي هي علامات التخدير اللي بتصير عليه، متاكد 100% من النام، بدخل طبعا الطبيب اول شيء اللي خدر هو اللي بيتحمل المسؤوليه، فبدخل الطبيب المخدر بتاكد من الاسد 100% نايم أمور تمام. يعني ما صار معك قبل هالمرة موقف معين؟ لا احنا بندخل لا الحمد لله رب العالمين ضليت فينا، بس انه في خوف يعني. فبتدخل بدخل الدكتور بتاكد انه كل شيء تمام، بعدين بدخل الطاقم اللي هم السياس والناس اللي بتساعدنا في الشغل. اما الحمد لله يعني احداث عندنا مشاكل ما صارش عندنا ولا شيء يعني، مواقف ايش لا سمح الله وكذا. او مثلا الزوار كيف بيكون ردة فعلهم؟ هل بيسالوكم اسئلة معينة؟ اكيد الزوار دائما بيسالوا ليش الاسد بضل نايم؟ مثلا شو بتطعم الاسد؟ ليش الاسد بضل نايم؟ كيف تتعامل معه؟ بتدخلوا عنده بتدخلوش عنده؟ هاي الشغلات هي اللي الزوار في العادي اللي بدققوا عليها. تمام. وطبعا بيسالوا مثلا ليش فيش ربوة عندكم؟ اكثر اسئله يعني، ليش مثلا فيش عندكم انت؟ ليش فيش عندكم اشبال؟ طبعا هذا بيرجع للاحتلال نفسه انه هو نعم ذكرناه في بدايه الحلقه انه بيمنع عنك شغلكم. ايوه الناس على اساس التكاثر يعني بحجه وينك تروح في اولادهم في الاجراءات بتاعتهم. اذا يعني احنا اخذنا منك معلومات بسيطه عن موضوع الاسد وكيف تتعاملوا معه كحيوان مفترس داخل حديقه الحيوانات. رح نكون لاقرب نقطه في الداخل بعد شوي حتى نعرف كيف تتعاملوا معه بطريقة مباشرة. قديش كم موظف تقريبا بيحتاج الأسد لحاله إنه أنت تتعاملوا معه؟ إحنا كل قسم الحديقة مقسم أقسام، يعني عندنا قسم المفترسات خفيش قوي كده. لا بالعكس أنا كتير مبسوطة. قسم المفترسات يعني إن هذا القسم في حيوانات مفترسة فيه سايسين. البريات سايسين، كل قسم عندنا سايسين طبعا. وقت التنظيف وقت الأكل طبعا بتساعد السياسة وقت مع بعض، لا سمح الله صار إشي على واحد فيهم كل سنة موجود معه. اما بشكل عام في الرقابه هو سايس واحد بيكون يكفي، بس وقت الطعم ووقت الشغل يكون اثنين موجودين. كل شخصين. تمام. طبعا هذا السياج ممنوع الزوار يدخلوا، طبعا هو سايس الوحيد اللي ما خول انه يدخل مثلا يتعامل مع الاسد، اما هذا السياج ممنوع الزوار يدخلوا، هم من اجراءات الامن. مصطفى تصير لك جوا. طبعا قديش يعني الحديد امن 100%، ما في ممكن انه يخترقه او انه يعمل شيء معين؟ لا طبعا لا. تمام. العنايه الشخصيه في جسم الاسد يعني انت ايش بتعمل له؟ هل ممكن مثلا يحتاج ادويه؟ ممكن يحتاج عمليات مثلا او شيء؟ الحيوانات بتعرف بشكل عام يعني بتعاني بشكل رئيسي اللي هي من طفيليات الخارجيه برغيه الكراد، هي الشغله طبعا عندنا بشكل دوري مستمر، مرش المعروضات، مرش الحيوانات نفسها، مدخل على الغرفة مرش الحيوان، مرش المعروضة كاملة للبرغيث للطفيليات، شربات الديدان باخذها بشكل منتظم. لا سمح الله صار عنده أي مشكلة مثلا بتشخص المشكلة باخذ الدواء، طبعا دواء تعيه في الحالات المستعصية بنعطيه عن طريق الإبر يعني الحقن. الوضع الطبيعي بنعطيه أدوية عن طريق الأكل يعني بنحط له الحبوب مع الأكل وباكلها. هي اهم الشغلات اللي بيواجهها الاسد يعني. وبنضل طبعا السايس يوم يوم، طبعا احنا موزعين السياس كل الحديقه، كل سايس بيقدم كل يوم الصبح تقرير يعني بخلص الشفت تاعي بقدم تقريره. لاحظ اي ملاحظه مثلا سلوك غريب مثلا خمول اي مثلا اصابه وبيبلغ على طول، ببلغ الطاقم الطبي مباشره. تمام. احنا بنجي تمام حابين نعرف اكثر كيف بيتعامل السايس ان شاء الله. هي معنا السياس موجودين عن قرب، بنحاول ندخل على الاماكن اللي الزوار بالعاده ما بيفوتوا عليها حتى نشوف الاسد عن قرب، حتى نشوف كيف السايس مأمن باكثر من سياج يعني واحد اثنين ثلاثه. تمام. طبعا هي الزوار الاجراءات هون فقط للزوار. ايوه والاجراءات الامن للسياس برضه شيء ثاني في الداخل هسه بيعرفوا مالها. اكيد رح نفوت نشوف الاسد الاقرب نقطه مسموحه لنا انه نشوفها مع السايس مع اخصائي التغذيه، وبنرجع لك دكتور يحيى حتى تعرفنا اكثر على الحيوانات المفترسه الاخرى الموجوده بالحديقه. شكرا لك. اذا مشاهدينا رح ندخل على القفص، قفص الاسد لاقرب نقطه مع المهندس احمد الاقرع، المهندس المهتم بغذاء الاسد وغذاء الحيوانات بشكل عام، وايضا السايس احمد. اهلا وسهلا فيك احمد ابو علبه. رح نحكي اكثر كيف بيتعاملوا مع الاسد من اقرب نقطه، وخلينا نبلش اذا هلا ندخل على داخل القفص. هذا المكان ما حد اي حدا بيدخل. طبعا هلا احنا رح ندخل للنقطه اللي ما في اي حدا بيقدر يدخلها، النقطه اللي هي المنطقه اللي بس فيه. المنطقه اللي بس للي بيشتغلوا عند الحيوانات لسياس الحيوانات. تمام. خلينا ندخل ونشوف ونفرجي كمان الساده المشاهدين.
طبعا راح نشوف هنا اول شيء كميه ابواب الامان الموجوده عند الاسد او عند منطقه المفترسات بشكل عام. ممنوع الدخول. اول شيء اشارات تحذيريه موجوده في كل مكان في القسم. طبعا اي قسم اي منطقه اي باب ندخله بنسكر وراه على اساس انه ما في اي حدا من الزوار يدخل علينا. تمام. دخلنا الباب الاول وهي عندنا الباب الثاني كمان. هاي بالعاده يوميا بتدخلها انت؟ صحيح يوميا ندخل عند الاسد وقت الصبح للتنظيف، مش بس الاسد، لكل قسم المفترسات. تمام. يعني انت كاخصائي تغذيه خلينا نحكي او مهندس زراعي بيهتم بغذاء الاسد، كم مره بتدخل عنده وايش الاجراءات اللي بتعملها بشكل يومي؟ الاجراءات بشكل يومي اللي هي لازم كل يوم الصبح اشوف الاكل قبل ما يطلع عند الحيوانات، اشرف على تجهيزه، بكون الاكل عندنا كميته بنوعه كميه ونوعيه، ولكل حيوان قديش لازم يطلع له. يعني في عندنا الاكل بكون مخزن في الثلاجه او في الفريزر، بكون مخزن على منخزنه في الظروف المناسبه له. نعم. وبتم تقطيعه كمان قبل على اساس انه اي شيء خربان او تالف نتلفه، وبنوزنه كميات لكل حيوان قديش احتياجاته اليوميه وبنطلع له اياهن حسب وزنه. صحيح. يعني الاسد ممكن انه مثلا ياكل 18 كيلو ولا ممكن اقل اكثر؟ بياكل 18 كيلو، يمكن انه ياكل 20 كيلو كمان، مش عنده اي مشكله. يعني اذا قد ما تحط له زياده ما عنده مشكله. بس احنا دائما بنعطي الاسد اللي هي الاحتياجات اليوميه له، لانه احنا ما بدنا اياه يوصل لمرحله السمنه تصير عنده. تمام. لما بنحكي احنا انه في غذاء جاهز عم بيجي له، ما بتعطوه مثلا انه فريسه يفترسها حتى؟ لا، ما بنعطيه فريسه حيه. لانه ها احنا حسب اللي هو الرفق بالحيوان، هذا الشيء مش مقبول في حضاك الحيوان. فاحنا بنعطيه شغلات بتكون يعني جاهزه، يعني مذبوحه وجاهزه وكل شيء. تمام. احنا لساتنا عم نمشي بالممر الطويل حتى نوصل لاقرب نقطه لمدخل الاسد. صحيح. احنا مركنا عن بوابتين امان، هي كمان في عندنا كمان بوابه ثالثه اللي هي اللي قبل نقطة الصفر عند الأسد. نعم. هاي الشاب بده يفتح الباب عشان تشوفوا كيف. هاي البوابة الثالثة قبل ما نوصل لعند الأسد. تمام. طبعا مثل ما احنا شايفين هان في عندنا هان غرفتين للأسد على اساس انه بدنا ننقل هان او حسب يعني شو بيلزم. مرات ممكن بالليل بيجي بينام مثلا، بنفتح له غرفه على اساس انه كانت الدنيا برد في الليل يدخل في الغرفه ينام. هاي فيها هان غرفه، هاي فيها زي تخت زي ما تشوفي، بس اضوي ضوء له بقى. احنا هلا وصلنا للبوابه الاخيره اللي هي مباشره بتوصل لقفص الاسد. ما رح تفتح هلا؟ لا ما رح تفتح، لانه هذا الباب هو اللي بيطلع الاسد برا. فقط للتصوير يعني مش رح نفتح. فانت كمان شايفه عندنا هاي الماسوره اللي هي بتدعم البوابتين. هاي زي ما انت شايفه موجوده. هاي في عندنا كمان هاي الماسوره، بس اذا في مجرتيج اللي جاي شوي. هاي كلها اجراءات امان على اساس انه الاسد تحمي السايس قبل اي شيء. يعني اهم شيء بتهمنا احنا اللي هي امان الامان على السايس. كمان جوارير كلها اجراءات امان. شب لا عادي يعني انا بأذن وفكر انه في اكل يعني. لا ما بنفتح البوابه بنحط الاكل هان بنسكر وبنفتح البوابه. تمام. اذا بتحطوا له اكل يعني بتطعموه جوا القفص ما بتحطوه خارج؟ صحيح. الاكل بيكون جوا الغرفه مش بالحديقه اللي هو فيها. لا وبنفتح الباب السحاب بفوت الاسد جوا الغرفه بوكل وبسكر عليه. ايش بيعمل هلا؟ وبالغ فيه انه في اكل هو يعني مستعد. مستعد لانه اليوم موعد الاكل تاعيه. حتى عيونه بعد بتطلع بعيون السايس يعني اكثر. حاسس انه احنا اليوم كثير تعبنا. خلص بيكفي انه احنا نحكي عن الاسد، رح نشوف حيوانات مفترسه اخرى وان شاء الله يكون الوضع يعني اهون شوي. تابعونا. قفص جديد رح نتعرف عليه بخلال وجودنا بحديقة الحيوانات الوطنية بقلقيلية وهو قفص الدب. أحمد إحنا متوجهين لعند قفص الدب. إحنا بنحكي طبعا دايما على أشياء مشابهة بإجراءات السلام والأمان إنه في أكثر من باب، فهلأ إذا بدنا ندخل هون لنحكي عن
حيوان هل يعتبر من الحيوانات المفترسة؟ طبعا الدب يعتبر حيوان مفترس، مفترس جدا يعني، مش انه حيوان سهل، كمان حيوان خطير الدب. فاجراءات الوقايه والامان عندنا موجوده في جميع مثل ما حكيت لك في كل قسم الحيوانات المفترسه يعني. نعم، هاي طبعا منطقه ممنوع حدا يدخلها، طبعا هاي المنطقه ممنوع اي حدا من الزوار يدخلها. هاي مسكر الباب ورانا، وكل مكان او كل قفص للحيوانات لها سايز خاص بها. صحيح، عندنا الشاب هون عبد الله، عبد الله ابو غبن، الشاب هون هو سايس قسم المفترسات. نعم، فراح نشوف هلا هنا عن شغله اسمها اللي هي عمليه الاثراء، اثراء للدب. شو يعني الاثراء؟ الاثراء يعني انه الحيوان في الطبيعه بيقضي طول نهاره وهو يدور على اكل. فعندنا هون في الحديقه، في حدائق الحيوان، بكون الحيوان محشور جوا قفص، فالاكل بيجي لعنده. بالضبط، فالاكل بيجي لعنده، فاحنا بدنا نعبي وقت فراغه بدل ما يضل طول النهار نايم. ايش بياكل الدب؟ الدب باكل بشكل اساسي الخضار واللحوم. فاحنا بشكل يومي بنحط له في وجبته خضار، بالاضافه بنحط له لحوم، سواء بالاضافه كمان لحوم مش شرط بس حمراء، كمان سواء لحوم حمراء او بيضاء، كمان بندخل في وجبته السمك. فتقريبا الدب باكل في يوميا 20 كيلو 20 كيلو خضار. 20 كيلو خضار يوميا. يعني برضه الحيوانات هون بتكلف. اكيد. اكيد تمام. طبعا انا شايف عبد الله معه مرتبان تطلي. احنا حبينا ندلع كمان بيتحلى. اكيد حبينا ندلع الدب شوي اليوم. يعني هاي مش وجبه رئيسيه، هاي ترفيه شيء او مكافاه. بالضبط. فراح نشوف هلا كيف عبود راح يدخل عند الدب ويطعميه طفل. في كمان عم نشوف له بركه. اكيد الدب بشكل اساسي لازم يكون عنده بركه عشان يسبح فيها ويشرب منها كمان. هيك طبيعته يعني، خلينا نحكي انه عنده بالاماكن اللي هو بيكون موجود فيها بيبيع. اكيد تصليلة. بيعيش على ضفاف الانهار. فشيء طبيعي انه يكون عنده مي يعني. تمام، يعني صيف شتاء ما بيأثر. ما بيأثر عليه، صيف شتاء بينزل في المي، فيش عنده اي مشكله. تمام، عبد الله ممكن نعطيه هيك زي اكشي صغير، اي في خضار. تمام، رح نشوف هلا كيف رح ياكل الخضار او كيف رح يتعاملوا معه. رح نشوف كيف الدب هلا حاله رح يفتح الباب. تدرب عليها يعني؟ بعرف انه هنا بدنا نحط له اكل، فبفتح الباب لحاله. أوكي. فاحنا هون بنأمن عليه على اساس انه ايش؟ ما يطلع على الساحه برضه. تمام، وهذا مأمن الباب ما رح يطلع. خلص هذا ما بقدر يطلع بالدب على الساحه، فأي واحد بده يشطف الساحه ينظف هون، ينظف البركه، اي شيء، فيش اي مشكله، بقدر يفوت على الساحه بامان. تمام. وفي غرفه كمان هي في كمان غرفه ثانيه، بنقدر نسكر عليه الباب جوا، فيش اي مشكله. تمام. هلا بدي اعطي سايس عبد الله على اساس انه يطعم الدب. في خضار وفي بيحاول يفتح الباب. تمام، اذا رح نشوف مع بعض كيف سايس عبد الله رح يدخل جوا لاقرب منطقه لعند القفص، قفص الدب، ويبلش يطعميه الخضار اللي فوق. قديش الكميه اللي اعطيته اياها؟ انا اعطيته تقريبا 5 كيلو يعني، مش كلهم رح ياكلهم هلا؟ ياكلهم كلهم، فيش اي مشكله يعني. مش هالشيء يعني. تمام، قديش نحكي احنا هون على امان الدب وخطوره الدب في وجوده في حديقه، بتعاملوا مع الزوار، هل الزوار بيعطوه اكل، هل مسموح انه ياكل اي شيء من ايد الزوار؟ طبعا هو في اي حديقه ممنوع انه اي زائر يطعم اي حيوان، حتى بيكون في موجود اشارات تحذيريه انه ممنوع رجاء عدم اطعام الحيوان، رجاء حتى ممكن نحط صوره حيوان ونكتب عليها انه طالع منه كانه هو اللي بيحكي يعني رجاء لا تطعمني او شيء زي هيك. تمام، الان عبد الله موجود جوا. هي عبد الله حاليا موجود جوا، هي حط الاكل اللي هو الجزر والفليف اللي حط له اياهن. بيعرف مكانهم. بيعرف مكانهم، حط له اياهن. يعني ما رح يجي يطعم اياهم مباشره. لا لا لا، هو هلا بيطلع لحاله بنفرجي، بيفتح الباب وبروح هو لحاله وبصير يدور عليه. تمام. طبعا عنده الدب حاسة شم قوية جدا. بيعرف. فهو خلص لحاله بيعرف. تمام، هو عم بحوسه بلوس يعني. عارف انه بدي اطلع. بيعرف انه في اكل حاليا برا فبده يطلع. ايش عم بدها بحط له كمان التطله هيك؟ بنهلوا اياها على هي جذع الشجره هاد. على اساس انه الدب هلا بيطلع بصير يلحس فيه. تمام، رح ياكل المربى. المربى وياكل الفليفله والجزر اللي سكت جوا المي. رح يشوف اذا نترك الكاميرا مع عبد الله ونشوف كيف عم بجهز طعام الدب لاقرب منطقه موجوده مع داخل القفص.
بعد ما شفنا الحيوانات المفترسة مثل الأسد والدب وكيف بيتعاملوا معها الموظفين والسياس وأيضا الأطباء البيطريين موجودين بحديقة الحيوانات، حبينا نختم من عند أشرس الحيوانات وأخطرها على مستوى العالم، يعتبر العاشر، هو صحيح من الحيوانات البرمائية ومن الحيوانات ممكن اللي بتاكل الخضار والنباتات والحشائش، ولكن ضربته هي القاضية، لهيك يعتبر كمان من الحيوانات المفترسة أو الحيوانات الشرسة جدا. تابعونا إذن بحلقات جديدة وقادمة من برنامج بتعرف كيف. لهون وصلنا معكم للختام، وما تترددوا إنكم تسألوا موظفي الحديقة عن تفاصيل أكثر عن هاي الحيوانات. تابعونا إذن بلقاء جديد وبحلقة جديدة من برنامج بتعرف كيف.